السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، أسعد الله هذا الوجه. صلوا على النبي. بعد انقطاع أكثر من 3 سنوات عن جراند أو محتوى جراند، اليوم أول مقطع لجراند إن شاء الله، أول عودة للعبة جراند. طبعا أول مرة أدخل سير في الريسبكت كنت لابس نفس لبس رئيس قسم الشرطة، ممتاز. ورحت بقدم على العسكرية، الا شفت الناس تحترمني يحسبوني انا الرئيس. يوم شفت الناس تحترمني وكذا ويدقوا لي تحية حبيت الوضع، فقلت خلني اسوقها عليهم وعشنا السيناريو. ان شاء الله انكم تستمتعون بالمقطع، واللي ما جرب وجبة فالكونز من كودو جربها الان. خليكم على المقطع. اتمنى من ادارة ريسبكت الان ان يسدون اذانهم ويغمضون عيونهم. هذا المركز، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بيت بنصهم عيال، شوف وجهي صار زيتونة يا عيال. اي خفت طحت من نص بينهم. لا السلام عليكم. تبعني طول عمر. اي نعم، حياك الله، كيف الحال؟ اسرح. حياك الله طول عمر. الله الله يعطيك العافية، وكيف الحال شلونك؟ الحمد لله بخير. ساك طيب طول عمرك؟ والله بشرك. انا من بعد الاجازة دقيت بالبخاري عشان كذا وجهي. والله انا استغربت، والله استغربت ان وجهك، قلت هذا من تحت الشخصية، بس لا بعدين حسيت اني قلت اجازة. لا سمنان انا شوي. الله يعافيك. تفضل مكتبك طول عمر. تعال. الله يا عيال احترمني، اول واحد احترمني بجراند. ضر والله كثرت مره، يعني ملاحظ فيه. ما اي والله يعني والله اقولك شيء، ما شاء الله يا طول عمر، ما في طلب بالرومانسيه اللي طلبته يا طول عمر. هلا تفضل. قبل مخلوط ايش انت؟ قبل مخلوط رئيس الشرطه. انا طالب من هنجر ستيشن. انت هنجر ستيشن ولا ايش؟ حلو حلو طول عمر، حلو حلو طول عمر، حلو حلو حلو. الله يسلمك. الله عليك طول عمر. كيف كانت اجازتك؟ والله الحمد لله جاهزه، والله عباره عن اكل ومتبطح والامور طيبه. العافيه. اي والله تكون صوتك احس شوي. لا هنا هذه الكافي. انا احس صوتك متغير. والله انت مريض؟ اي والله تعبان شوي. الله المستعان. اسمع، ما تشوف شر. تفضل. اسلحتي يا ولد، انا بالاجازه جون الضيوف واعطيتهم. والله الاسلحه تعال الله يعافيك. فودي اسلحه كذا، اسلحه ثقيله. في ار بي جي؟ في كل شيء. لا ار بي جي القياده، النائب القائد اتوقع هو يقدر يعطيه، بس انا تعال بعطيك الان. ايش تبغى بس انت؟ في كي، في ام 4، في سكارف، كل شيء. اعطني بالله ام 4. في جلوك افضل؟ ما تبغى جلوك؟ اعطني جلوك. انا اسمي عجمان الشمري، فجأة صرت منتج شخصيه. ما بيصير منتج شخصيه. هذا جلوك. انا عجمان طيب، ماني الله يطول عمرك. بس ما كانت سلاحي في رصاص. هذا اي اعطني. اي والله في رصاص انا. اي نعم. يلا ابشر ابشر انا. ابشر بالجنه. انت وش رتبتك؟ انا رقيب. يا ما شاء الله. وش بسالك سؤال تحداك تجاوب زين بسرعه. وش الاعلى رتبه، الرقيب ولا الضابط؟ الضابط. ممتاز. طلع الرقيب اقل من الضابط. انا ماني منتحل يا جماعه. كيتو كمان ولا انا عجمان الشمري؟ بس هو حطني اني انا رئيس. كنت ابغى اشكل لك يعني ولا اعطني تشكيله حلوه؟ ما يضر والله العظيم. هي كذا بتروح علي عيال، بتهج كذا مصيبه. هي شوفوا ركزوا معي، هو بيجي العيد الله يستر. عيال العقاب بشخصنا الحين. سعب المدور لك بعطيك التشكيله اللي قلت لك. الله يبيض وجهك، انت والله تحتاج ترقيه. الله يسعدك طول عمر. الله يسعدك. الله يعافيك. انا بترقى ارقيك طول عمر. السلام عليكم. ابلش ابلش طول عمر. عقاب هذا صوته ثقيل. اي صوت الرجال، صوت الرجال يا ليل. طول عمر عقاب يبغى سلاح ثقيل. عقاب الله. لا ماني شدت. ماني بعقاب. انا ماني بعقاب. وش النكبه ذي؟ يقول انا كنت اجازه ونسيت. عندك طول عمر تفضل تكلم. حبيبي توم داوم هو. ايوه هو الان شوف قدامي هذا داوم هو مره ثانيه. والله ما ادري يقول الرومانسيه، رحت الرومانسيه. يا اخي هذا يصدق ذا. حياك الله طال عمرك. الله يحييك. ابلش. انت انا تعلم مرتبه. ابلش ابلش ابلش. انت تعلم مرتبه. والله لا تقول له طول عمر، لا تقول له. يا سعيد يا لوح، اسمعك يا لوح. استعد. شنو؟ يا ليل ما استعد يا ويلي، ما استعد. استريح. انت مين؟ طول عمر والله اعطيته تشكيله من كل الاسلحه. الله ياخذ عدوك يا شيخ. ليه اعطيته تشكيله؟ ابلش. وقال لي امر عسكري يطلع لي اسلحه. مرحبا معك عجمان الشمري من عائله المخلوط. الله يعافيك. اي نعم. عجمان الشمري. اي نعم. كلب شو ذا ولا ايش طول عمر؟ وش تقول انت؟ تاكد هو عنده رتبه عسكريه ولا عجمان هذا؟ والله ما ادري. والله وجهي هذا زيتونه مو بعجمان. عقاب موجود في القائمه يا طول عمر. هذا عقاب كيف؟ ايوه في عقاب المخلوط. انا ما حطوني عسكري اصلا صح؟ ما صرت عسكري رسمي. ما صرت عسكري رسمي انا، بس لبست. انت مين؟ انت عقاب ولا انت مين؟ جبت العيد. اي نعم. استعد. اي شوف
انت قبل العجمان الحين حدد موقعك. دقيقه طيب دقيقه بس خلنا نفكر. استرح نفكر ثواني. استرح. الله اقسم بالله ان عقاب مستانس الناس تقول تحيه يا الكلب بصير زيه. اي انا اقول والله قلت له اول سؤال سالته ذا السؤال قال لي انا والله رحت الرومانسيه وقعدت اكل اكل اكل. اوكي نصدق. طيب خشمه معنا عقاب مو طويل ملامح غير صايره وسوى عمليه ولا خشمه والله طويل. صدمت انا وسويت عمليه تجميل. يصغر مايك هذيك خلينا نشوف. اي والله عقبني. يا عيال تفضل طول عمرك. تفضل تفضل الله يعافيك. يلا من بعدك من بعدك طول عمرك. الله يسعدك. وش رتبتك انت؟ مستجد والله. استعد. بطيء انت. استرح. ارفع فيه طول عمر. لا 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 خله خله يتعلم مع الوقت ان شاء الله. يلا ابشر ابشر. يلا مشينا. امشي قدامي. يلا يلا تفضل. لا من بعدك. يا عيال شعور حلو يا اخي. بس وجهي يجيب هالمرض. ما عدلته كذا انا. تفضل تفضل طول عمر. تفضل. يلا. يجيني قاب اموت. طول عمر. في واحد مكتوم هذا وينه؟ لا هذا الظاهر في الزنزانات. المشي مشي تسبك. شكل الظاهر من جد عقاب. اي والله في القائمة قلت لك قائمة المتواجدين طول عمر. شوف استريح استريح معانا. عقاب لو انه موجود يقعد بالمكتب. نعم نعم. روح روح انصرف انصرف يا انصرف 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 الميدان. الله شعور حلو. طيب عمر يقول استريحي بس بس استريح استريح الله يعافيك. طيب وش عندنا الحين؟ انا ودي باصطفاف عسكري لكن مو بالحين. متى تبغى طال عمرك؟ بعد شوي اذا اعطيتكم امر. واحتاج راديو لاني الراديو حقي نسيته بالبيت. ابشر 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 بالجنه. اعطى راديو اعطى راديو يا سيدي. يلا حاضري حاضري. طالما كم شيء انك ما نسيتني ولا مع الرومانسيه راح. والله مع الاكل والاجازه اللي اخذتها ماشي. الاسم طال عمرك معك الضابط عبد الله احمد ملازم اول. حياك الله حياك الله احمد. عبد الله احمد. عبد الله احمد انعم واكرم. يا مرحبا. هلا بالزميل. شلونك طيب؟ والله بخير الحمد لله. الله يعافيك. متى حاب استفاف طال عمرك؟ حاب استفاف بعد شوي اذا اعطيتكم امر. جمع العساكر. طيب شو طال عمرك؟ الموجه ما ادري الراديو عندك تمام؟ اي الله يعطيك العافيه شكرا. عندك جوال عشان لو انك ما حبيت. لا والله ما اتوقع انه عندي. لا ابو قحط روح اشتري جوال جيب بسرعه. يلا ابشر ابشر يا زهراني. ابشر ابشر. الله يعافيكم. كلمني حدثني وش صار بالمدينه وش ما صار. والله طال عمرك اخر الانجازات كنت حاضرها انت يعني ما شاء الله عليك اللي هي قبل اسبوع اليوم تعدم بنفسك سول طال عمرك. انا اعدم والله ما اعرف اعدم. ايه ذكرته ذكرته يستاهل الاعدام. ونائب مسؤول العصابات طال عمرك ما شاء الله عليك قضيت عليه. اي نعم ايه قالت صلوا مثلي بإذن الله نتشرف طال عمرك نكون مثلك. ونفس الزميل كافح. اي نعم وين كافح ما شاء الله يوم يمسك من زمان ما شفته كافح. والله توه ما شاء الله عليه ماسك عناب ولعله حاليا مخذ له اجازه او شيء. لازم اليوم يداوم ضروري. ابشر طال عمرك اتواصل معاه واخليه يداوم. اي شيء ثاني. الله يعافيك ما قصرت يا حبيبي. يجيب الجوال وبيجيك. تم تم الله يعافيك. نقوم ابلش. لا اله الا الله. هاي طول عمر تد حلقك. ابشر يا سعيد لا ترفع ضغطي. الله ابشر. قال لي ابشر جوالي طول عمرك الجوال. اي اعطيتني وانا اسلمه. قل سد حلقك. يلا ابشر ابشر ابشر. خليك برا يا سعيد. اقسم بالله انه متى. ابشر ابشر يا طول عمر ابشر. يا عيال برب الكعبه اني مستمتع مره. الله يا رب اصير زي عقاب تكفون. الله يعافيك بيض الله وجهك. دقايق دقايق بس عشان الشمس اشارك لك رقمي لو بغيت الاستفاف يكون جاهز بس تتصل لي. يا سلام عليك يا عبد الله. عبد الله والله انك تحتاج ترقية انت. تعال طال عمرك احنا هنا خدمتك طال عمرك. الله يرفع قدرك. حط دارك طال عمرك عشان عيونك بس. لا دارك صح. يلا يلا استفاف الان استفاف الان. الان تبي طال عمرك؟ اي نعم. الله يعافيك. شوف وجهي هذا وجه استفاف عسكري. هذا شفاط النمل. اخ لو كافح موجود عيال. ينتظروني عيال. انت طال عمرك افتح لك الباب تفضل. الله يعافيك. سم تحت طال عمرك استفاف. اما تجمعوا بسرعه بالاشياء عيال بطني وجعني. بس طال عمرك بلغني زميلي انك محتاج سلاح ثقيل. اي والله. استلمته؟ لا والله ما استلمت. والله ما تدفع على حسابي طال عمرك. الله يبيض وجهك يا عبد الله. يا طيب بصير عسكري خاف يقفطني عقاب ثم انقلع وفصل. تفضل طال عمرك تفضل. يلا الله يعافيك. سيدة خلاص بالضبط. طال عمرك تبي ام 4 ولا سكار ولا ام بي 7؟ بيلي هذا الله يعافيك. استرح. وش الافضل؟ والله الافضل حاليا ام 4. بعضهم يحب الام بي 7. لا لا اثنين ام 4. ابعطيك اثنيناهم وانت الله يبيض وجهك. ايش قال لك طال عمرك؟ اي نعم.
الام السلاح يا عيال يا زين السلاح. بروح للبر الحين بطلق لحالي كذا لا 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 لا. اقول له انا عامر انا القاعد. انت مين؟ انا عامر. والله تقول يقول انا عامر ثم بيجيك احلى اعدام. انا لو اعدل خشمي ما كان كذا والله ما كان كذا يا عيال. هم شو محترميني وجهي كذا انا مستغرب. يلا اعطيتني الاسلحه الله يبيض وجهك. تبي دروع؟ اي والله اعطني دروع ما يضر. والله يا عبد الله انت صراحه والله الله يبيض وجهك. وجهك يبيض طال عمرك. عندك مفتاح القسم؟ ابشر هذا مفتاح القسم طال عمرك. الله هذا رجل هذا قبره يا سلام. وهذا كلبشه. أعترف إني عجمان بس أعترف المين؟ هذا مخثرات. أخاف أعترف لهذا بيتفل علي وبياخذ كل الأسلحة اللي معي. فما في إلا عقاب. بس شلون أقول له وين عقاب؟ يفلم علي. هذا آخر درع. يلا نزلنا تحت. إيه بس دي خلاص تود بليت أطلع أمرك. هذا شفيه واقف؟ أنت ما تتعب أنت واقف يا كابتن؟ دي بطلع أمرك. أحمد دوخي كنا الدوخي. هلا طول عمر. بلش. أسرح الله يعافيك. عمر تفضل عندي لك هدية. مو شيء هذه؟ افتح افتح هذا ملف صورة تفتح. وشو هذا؟ أنا دكتور أسنان ولا فريق؟ هذا نائبك طويل عمر ما عرفته. آه هذا النائب حقي. ابلش ايه. ابلش ابلش. بيدر بيدر شمري طويل عمر. آه ما شاء الله شمام بره. أقول ها وشو؟ ها وشو؟ إيش قلت أنتو؟ إيش قلت حق مالي؟ هذا مالي كم؟ ما شاء الله طويل عمر عينام ما شوفه. طويل العمر ترى ماخذ إجازة رايح سياحة لعله متن شويتين. لا تتشمت لا تتشمت. هذا ما لقاه هذا؟ بس أوضح لهم لأنهم مستغربين. روحوا استفاف والله نخصم عليكم 5 نقاط كل واحد. تعطيني إذن أخصم عليكم. نعم نعم أنا عامر أبلش. طويل العمر معالي عبد الله. والله لو ما تروح استفاف. والله دقيقة اسمح لي اروح الحجز باخذ مفتاحي وسلاحي الثقيل من الحجز. يا زين المشكلة ما عدل القسم ما عدل ما ادري وين اروح. بيمشي قدامي اكفى اطلع مش قدامي. يلا طال عمرك من هنا من هنا طال عمرك اقرب لك. يلا بلش ضيق ماني شايف تدر صح الطريق من هنا. انا قايل من اول انه من هنا. انا ضايع انا ضايع. يا رب ثلاثة هم ثلاثة اربعة يا رب يا رب ما يصير كثير. ما في احد اشوى الحمد لله ما في احد. ما في استفاف هنا ما في احد. عيال حبيبي مجمع سيارات انا ولا ناس كيف بيجمعون تحت؟ وشو هذول انا اسلم معهم. لا 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 ما اقدر والله ما اقدر عيال. بطني يوجعني بطني يوجعني. هذا العمر في واحد واحد لابس كاب احمر زيي. العموم استعد. ما اعرف اصبر. العموم استرح. يا رب صح علي. اي والله صراحه الله. طيب وش اقول؟ سد حلقك. شو سد حلقك؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته طول عمر. حياكم الله كيف حالكم طيبين؟ الله يحييك. الحمد لله. انا شايف انه في تخاذل وتاخير من بعض العساكر فأتمنى ما يتكرر هذا الشيء. أنا اليوم جمعتكم أنه في عندي موضوع مهم جدا ولكن سوف أجله إلى الساعة 9 بالليل. تمام؟ تمام؟ تمام تمام. أبشر طال عمر أبشر. أخواني كلمكم قائد الشرطة الشيء وتخاذر هذا في الرد. يا معلي عادة غفية أبو دقيقة. دقيقة ما انتهيت من كلامي. فالساعة 9 العموم يكون متواجد. تمام؟ أبشر أبشر طال عمر أبشر. أبشر. علب علب. الكل ينصرف وكل واحد يروح استلامه. ابشر مركز عمليات يقدم خطوه وجه الوحدات. ابشر معلي. هم قالوا وجهني بموت. وزعهم في سجل مركز العمليات او وزعهم مدنيا هنا. صحيح مركز سجل العمليات. علي بالضبط بالضبط. مشت 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 يا معلي. عقاب. عقاب مين؟ تفضل. هل تسمح لي اباشر بموتر سبيد يونت؟ السبيد هذا وشو؟ سياره سريعه. صحيح غير صحيح. غير صحيح. على أي أساس أخذ السيارة السريعة ذي؟ عندك مهمة؟ ما عندك شيء. عشان إذا المجرمين عندهم سيارات سريعة أكون. غير صحيح. سد حلقك. ما عندك شهادة. ما عندك شهادة أنت حبيبي. ما فتحوا التقديم يا مالي. ولا سد حلقك. ما تسولف معي أنا. سولف مع عبد الله. وجههم يا مركز العمليات. أبشر أبشر. الله. حاب تروح الله. مكتب ما أدري. إيه ودي أروح مكتبي. على العموم
بعد خمس دقائق من الان سيتم توزيعكم في تدل الطريق ولا وديك اي لا 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 تدل الصمت بس العموم الله يعافيك لو هذا تبرق من جوال عشان لو اي بس ثواني تخبر جوالي انا ما ادري ايش فيه الشاشه ابلش يا عيال عيال وش بسوي الحين والله ما بينعدم من اول بث تكفون معلي يا ابلش ابلش الله يلعن عليك تم انا عمليات عاد بشر الميدان غير صحيح السلام عليك ليه معليك خلك هنا و ابشر استريح اسمع المنصراف اي نعم تم تفضل استريح تفضل بيك دقيقة بس ما عليك اقف قداش والله اني عطبتها انا عندي موقع عصابة بيعطيك اياه ايوه ايش في ده ابيعك معلومة تعطيني فلوس اعطيك موقع عصابة حلو طيب ون لا 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 تعال 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 وقف 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 اسولف معك توقف انا تركض العب معك يا شرطي حرامي انا وقف تعطيني هذه ولا استنك مؤبد بسرعة مؤبد مؤبد ارفع يدينك فوق ورب الكعبة لنثر دمك تفهم انت قاعد تهدد وش تبيع انت بياع انت بياع وش المجرمين منهم اللي هناك كل العصابات وش كل العصابات تعرف العصابات حركة باطل اصبر طول العمر هذا معك هذا لا لا يقول ان عنده معلومات يبيعها علي بيع اي فقلت له انا ايوه انا قلت له بس جنك مؤبد ولا اعطني المعلومات حق السجن ولا سعيد و... واذا ما هذا اعطى تدخل في يلا ابشر اي نعم حقق معه يلا تعال طال عمرك بتباشر ميدان ولا لا لا لانه احتمال انا شو اسمه بروح اكل لي كبسه واخلص الموضوع بعدين اجيكم ان شاء الله يعطيك العافيه يا عبد الله انت عاد كذا وتاكل كبسه طال عمرك ايش بتسوي رحم الله والديك يا عبد الله السلام عليكم اسمع عبد الله ابيك توصلني للحاكم شلون ما تبي نروح القصر حقه نشوف يلا مشينا اركب طال عمرك خاربه خاربه هي اما هذه اما قناه الذيب ولا فقره من اول بث انت شخصيه وش هالسطاوه ذي انا لازم اقابل عقاب لازم اقابل عقاب واقول له الله يوفقك زهراني معاي صح الله يوفقك انا شو اسمه ما كنت ما اعرف لازم اصير عسكري سيدا الحمد لله السلام على عقاب يقول جاك حادث الله يسلمك حادث بسيط لكن الحمد لله ما تشوف شر ما تشوف شر ما يجيك انا لازم اسبب شوي بقفل توك سجل دخول ما عليك صبر ايش دقيقه كفوني كن فطوني ما عليك متوجه قصر الحاكم اي نعم صح طال عمرك موقعك قسم طال عمرك في 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 واحد انت معي يا ويلي يا ويلي يا ويلي النكبه ما عليك ليش تبلغ فور يا يال التفور 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 قولوا لي التفور صح تقابل مين التفور اطلع الحين اطلع لازم هذا اللي معي مين ضروري وش سالفه ما عليك كيف ما عقاب سجل دخول الموجه ما فهمت يا ابوي صقها علي هذا اللي كبتوني من اللي معنا كله منكم هذا اللي معي الو يا متين انت يا متين يقول لي يا متين الحين يا ابو خشم يا ابو خشم راح الاحترام راح علينا ما عليك وانا اعطيك نعم علي متين سيد يقول لي بس احتجي مرحبا الحين نوريك المرحبا يا حبيبي انا اسمي عجمان انت مين معك عجمان الشمري عجمان الحين صرت عجمان قبل شوي تقول معالي عقاب انا قلت عقاب لا ابد ما قلت هذه الشرطه قلت اي صحيح يبيك طال عمره حاليا بمكتب كلبش كلبش يا معالي لا 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 غير غير صحيح بمشي برجلين وش تكلبشني انزل 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 يلا مشينا ابلش انصرف يا اخوان العموم انصرف العموم انصرف دقيقه من الان اي شخص قدامي يرفع فيه ملاحظه مباشره واحد يا ويلي يا ويلي يا ويلي انا معك ما تحط شقيطي لا مو انت تبيدي انت بيدي عجمان مين انا التاريخ سلمت والله ما انت بصاحي طلع مره اخذ مني اسلحه انا وعطيته من الارشيف و911 الله يفشلك يا سيد الزهراني والله اعطيته شكلت له قال لي شكل لي اسلحه وسع صدرك لمو طيب مالك دخل وش الرومانسيه هو شكل لي دبندا ادبدندا بندي حياك الله طال عمرك
سلام عليكم. انا مين؟ مش بهلي. تحياتي طال عمرك. تريس تريس. تعرف والله طال عمري طال عمرك صحيت، رحت الارشيف بتاكد اذا اسلحه كل ضباط الصف وشفت هذا. ابلش انا. قال لي جاي من اجازه ومحتاج هذا وساعدته. السلام عليكم. طال عمر قال لي شكل لي اسلحه واعطيتهم الارشيف. قال لي شكل لي كل شيء. هذا يشبهني. والله قال لي انا اجازه واكلت من رمس بي. وين 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 يشبهني وين؟ والله اني قلت طال عمرك الشنب ما ادري قصدي خشم كبير. قال لي صار حادث سويت عمليه تجميل. غير صحيح. طال عمرك انا ممكن الدم هو اللي يعني نشبه بعض في الدم، لاني انا اسمي عجمان الشمري من عائله المخلوط. كل شوي جاني واحد قال لي انا ولدك انا اخوك انا جدك انا عمك انا خالك انا ولد اخوك ولد اختك ايش في؟ ابلش ابلش. انا هو يخلق إيه؟ يخلق من الشبه 40 بس انه ما شاء الله حتى اللبس اللبس هذا انا كانت امنيتي وانا صغير اكون عسكري، فابوي إيه؟ ابوي فصل لي اللبس هذا ولبسته هنا وجيت بقدم على العسكريه. شفت هذول محترميني مره، قالوا وش تبي ابشر طال عمرك. قلت ليش ما محترميني؟ الله الله انها امنيتي قاعده تتحقق. وقلت يلا يلا ابغى اسلحه ابغى وكذا. بس جاي اصطفاف عسكري ومهزئ الافراد. هو اللي قال لي قال طب اصطفاف عسكري. قلت وش يعني اصطفاف عسكري وش يعني هذا؟ قال لي اصطفاف يعني قل له اي شيء. قلت يلا تم والله ما لي دخل. وانت عارف ما شاء الله يعني معاه اسلحه ان شعري احمر ليش؟ اسالني ليش؟ لأن حمران النواظر وانت خابر حمران النواظر ذول على راسي احبهم مره انا. اي والله اي والله حبيبي والله الله يرحمه والديك. شيل منا الاسلحه منا شيلها. ليش ليش؟ اسحبها يا سيدي. دي 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 ليش؟ قول ليش؟ ليش؟ ايش اللي ليش؟ انا بصير عسكري في قضيه اسمها ليش؟ بصير عسكري؟ ايه ورب الكعبه بصير عسكري وجايب باللبس ذا وجاي على اساس ان انا ومداوم على عني. والله والله مو انا والله ما قلت اني انا عقاب طال عمرك، بس اقسم بالله اول عقاب ولا ما قال؟ قال لي طول عمر صديق. اي عقب قال طال عمرك. قال لي امر عسكري. قال لي امر عسكري شكل لي اسلحه. قال لي شكل طال عمرك. اسمعني انا جيت قلت لهم سلام عليكم، ابى اقول لهم تكفون بوظفوني. قال لي سم طال عمرك ايش تبي؟ وش تبي طال عمرك؟ ثلاثه انا مش معي. هو اللي قال لك كذا، ما قلت شيء انا. قلت طال عمرك يلا معك. هو اللي دلعني انا ما ادري واحترمني مره. استغربت طلعت اشبه لك انا، يعني مو اشبه لك اشبه لك انت اجمل مني اكيد. يعني انت شايف خشمك شايف خدودك يعني. اصبر خلنا نشوف. اي والله اي والله خشمي طويل. اسحبت سلاحي. ما عليكم كلبش. اريد اللعني. ما عليكم كلبش انت عد الثاني انت. انا الحين من ادي قلت تحيه اليسار ولا اليمين؟ بالله حق اليسار يمين كيلو اللي تبي. مين اجمل بالله عليك؟ مين اجمل يا عبد الله؟ شوف طال عمرك تشوف كيف يحترموني بدون ما اقول شيء. قلت لك انا من الله اني اشبه لك. لا اله الا الله. طيب ايش تبي انت يا عجمان؟ ابى اصير عسكري طال عمرك لان انا عندي خبره. والله عندي خبره وعندي حس امني. والله كيف عندك خبره؟ وش خبرات؟ خبره اني اعرف. طيب وش الخبرات؟ اعرف ايم وأعرف وشخصيتي قيادي. أوف ما شاء الله. أثبت نفسه ولا؟ لا قاعد يثبت نفسه طال عمرك إنه يشبهك والله. طيب ما هو قيادي ولا يدلها. طيب شلون أنا ما أدلها وأنت من اليوم تلاحقني؟ أبشر طال عمرك يلا طال عمرك يلا. ما في فرق. لو في فرق كان حسيت بشخصيتي إنه غير عن شخصية عقاب. بس من اليوم أنت ماشي معي سيدة. ليش؟ لأني صاطي صاطي. أنت تحسب إني يعني هذا صح؟ والله صدق يعني هذا فيني يعني. نعم هذه فيني انا صافي. والله العظيم كل شوي يقول لي انت مطيري. يقول لا يا ابن علاء تكفى انت مطيري. يقول لا انت البالغ يا طويل العمر. واني سائلك انك مطير وقلت لي لا كان قلت انك ما انت عقاب. اقول اعطوه اللبس. الله يرحم والديك. اللي يداوم مسجد. وشو؟ اي مسجد يعني وش يعني ايش تبي يعني؟ ابي جندي اول. جندي اول الله يرحم والديك. اتخسي اما بالعمر قصده في الوجه. احمد ربك انه مو جندي مو مستجد. اعطاك جندي بس برضو بعد اختبروه يعني. وش اللي جندي انت الثاني مستجد قاعد اقول لك ابشر اختبروه بعد وشو تم اللي تبي مستجد تبيني اقدحبي ما عندك مشكله طال عمرك اللي تبيه تم. بس انه يعني ما يحتاج اختبار لانه انا واضح يعني واضح الكتاب واضح لازم يعرف يعني يشرح لك بس الاساسيات. اي ما عندي مشكله تم. منو بيشرح لي؟ عبد الله. خذ يا عبد الله. يلا عبد الله ابشر طال عمرك. ابلش من افسخ البريه افسخ البريه. طال عمرك خليه يحلق. افسخ البريه لا اشوفك لابسها مره ثانيه. اخوك هذا يا طول العمر ولا لا يا رجال ولا هو اخوي ولا هو قرب لي ولا شيء.
شمري وانا مخلوط. نعم بس من الملامه راني مخلوط وش بلاك. لا انا ماني قسمنج انا ابدا ماني قسمنج ضيع الظاهر. اي والله ضيع ما كذا ضيع خذها بعد طيل الامر والله هذا خذها 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 تعال تعال عطوه لبس شو اسمه المسجد يا عيال يا عيال الاحترام كله يصير مسجد الحين عليك عبد الله مسكين واضح انه مسكين شوف يقول مسكين سوف هذا عدو اعطينا مالك خلاه عدو سوف اقدر فيه باذن الله خلوه اول شيء يسويه غير لبسه ابلش ولا اشوفه ابلش راح الاحترام يا عيال راح الاحترام رب الكعبه راح الاحترام والقهر عادي يصبغ اللحم يمين يمين تسمع يا عجمان نعم نعم طال عمرك اسمع صحيح اي راح الله يطول عمرك اسود ابشر ما عليك عبد الله معك كاش يا عجمان ما ادري والله بس ان شاء الله حنشوف طيب بعطيك بعطيك وقف خلاص ضبطوه يا عبد الله ابشر ابشر ابلش راح عليك عبد الله راح الاحترام الحين كل الرايح والجاي بيسفل فيني الرايح بيسفل والجاي بيسفل يا غامدي غير بعدين غير بعدين يا غامدي كافح وين كافح ها روح الكافح هل عندي شيء مهل؟ كافح. بس خلاص ايه بخط مون طيبة بسم الله الرحمن الرحيم بس انت... لا اصبر انت عندك نجوم في الذا لا يا ابن الحلال نجمة ما تفرق تأكد ايه نعم ما تفرق يا رجال اربع نجوم ذي مي مالي عادي اكيد ايه 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 يلا تعال بدي اروح حلاق والله وجهي تعال اوديك حلاق تعال وجهي قبيح بشكل يا شيخ هنا هنا والله راحت هيبتي انا بردت عيال من ده اخو جارو بروح الحلاق اوديه يلا حلاق ابيج بيجي انا يلا 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 مشينا مع علي ابو احمد بجي معك الله يعافيك اي دي رجعه وقل له يشيل اهل خمس النجوم اللي على كتفه لا اشيله قلت له قلت له وش ده قلت له يا طول عمرك يا ابن الحلال وش تعال شوف شي عجمان شي عجمان ارجع رتبة عسكري قال ما يفكر ارجع اسم مع العقاب متى صار دب لا لا هذا مو عقاب مو عقاب بوستر احسن مع علي بوستر طلع عجمان اسمه عجمان الشمري شيخ لا طاولة البلاط حقت انكسرت جانا هنا صح؟ غير غير الأقنعة يا عجمان يا يا راحت هيبتي والله اني انقهرت طيب وراهي من والله حسيت شعور حلو قسم بالله الخمس الداخلي يا رب اصير زي عقاب يا اخي ابي الناس تدق الرايح والجاي دق لي تحية يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا غير لون القميص الداخلي يا عجمان اذا انا رتب الناس كلها تخدمني تسوي فيني كذا والله العظيم حتى الطريق البيبان يفتحوا لي حقائب ممكن حقائب جيبا نغير لون شعره يسار في يسار يعطيك العافية يا سعيد حاضرين حاضرين تعال ارجع لك مفتاح قسمك يسار معكم مفتاح القسم؟ اي عندي عندي حق عندك تعطيني اياه؟ اسلم 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 بسم الله عليك اسلم اسلم اوخ اوخ كلم كلم العامل يمسح المويه اللي هنا يا ها تمام؟ ابشر ابشر يا بس منه عينيني خفت خوف وقف بس خل اعطيك مفتاحك اي عارف ما ينفع ما ينفع الله يعطيني مفتاح يقدر رجع رجع الاستراحة جاتك الرتبة بالنظام ولا باقي يا لا والله باقي اتوقع طيب خلينا نخليك نعدل شعرك ونعطيك اياه حاليا نوديك حلاق تصبغ اللحية والشعر نرجع للقسم نسلمك الرتبة وش تبي موتر؟ فيكتوريا ولا كابرس؟ اكفى سبيد معاليك الاختبار وش صار عليك؟ مين سبيد هذا؟ سيارة سبيد سبيد مغيرة لا سبيد سيارة فيها سيارة اسمها سبيد عندكم سبيد؟ ايه سبيد مغيره اسمه روني سبيد لا 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 مو هو لا في نوع سيارة عندكم سبيد مين سبيد فريق ريشو ايه لا ما في والله سبيد يونت سبيد يونت هذه معلومات هذه مخلصة سريعة يعني هذه يابا خلصة من عندنا مستودع ما في خلصت خلاص اضغط على رتبة اي وغير بس لون شعرك يا عيال وجهي مصيبة ورب الكعبة وجهي اقسم بالله انه يضغط مستحيل شوف ها كني ايش هدا كني ايش مقدم حروف ألوف وش حروف ألوف يا انتم جيل جديد شكل ما تلحقون ما لحقت عليه هذا ايش هذا الحكواتي لباب الحارة جمعهم كل يوم يقولهم قصة يا عيال ما في دق نهيبة والله هي على الوجه تعرف يعني صادق اي والله على الوجه والله على الوجه دقيقة دقيقة هذا حلو اتوقع بس لازم اغير وجهي اصبروا انا في خلل في حواجب عامر في ظل عندي هنا والله اني معفوس انا يبي لي عمليات تجميل دقيقة ما اتوقع تخلص هذا من الفضاء هذا فضائي يلا مالي مالي مشينا مشينا مالي عاد توني صادم رجع الحين راح يحط قبعة ويحفظ اللبس معاه بس البس قبعتك يا اقسم بالله الوجه مستحيل هذا والله سطيف
اكس طيب. طيب ما قلت ليش تبي موتر؟ كابوس ولا فورد؟ يلا كيف شنق دق الى هنا. السلام عليكم انا شنق اكس شنق اس اكس بي. شكلي بالفورد فيكتوريا هو. ها وشو؟ اقول تبغى فورد فيكتوريا ولا كابرس؟ ابي كابرس اكيد. البس بريتك. اسمعوا عقاب عقاب لا تودوني يما تكفون لاني بروح انام لا يشوف وجهي كذا مستحيل. لازم اروح اسوي عمليه. لازم اسرح. لا زح. صدق لازم اروح له. لازم. يا الله يلا 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 ما عليه يلا مشينا مشينا. عندك طول عمر عندك عندك. طويله. هذا وينه؟ يلا نروح القسم الحين. مالي 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 يا ابني روح يسار روح يسار تعويض 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 لا نزلت الحين وطيت على بطنك خليت زقك على الجدار هددني لا 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 انت مع نفسك طالب الملازم وش الملازم عضلة الكيو يا الملازم وراك سمعك كذاب والله انا مسمعك والله انا مسمعك وين اروح وين اروح يمين 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 ادور يعني صح؟ ايوه ايوه دور انا تراني مشكلتي فيني قولون وفيني ضغط يرتفع ضغطي على طول لف يمين لف يمين 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 ايوه خلاص سيد سيد يلا يلا عضلة الكيو الكيو يب ها شوف النوار اشتغلت عضلة الالت ها روح عضلة الار الار ها عضلة الار والله ثانية الله شوف يتغير عضلة الكيو خلاص عضلة الكيو ها خلاص روح ادخل ادخل المركز روح هذه موقف لا الله يصلح هذه موقف دباب ارجع ارجع يا اما هذه موقف فيها دباب معليش معليش وقف هذه مهمه الذي عندنا في المركز وقف هنا اسمع يمين بس وقف خلاص تمام يلا ها وش في يا جماعه متى يبدا اختبارك مو الحين اختبار اختبار ان شاء الله شو اسمه لا صحيت من النوم لاني ودي احس اني بنام بعد شوي اجمرها اعطيك الرتبه العسكريه الحين لا تكفى إيه أنت مو مؤهل تكون عسكري لازم نختبرك يعني دقيقة دقيقة أختبر اختبار إذا ما نجحت في الاختبار ما صير عسكري إيه ما تصير وشو اللي سمعته حياك الله سم طال عمرك خلاص أبج أجل بكرة بجيك ونشوف الوضع وأخذ هذه زين الله يعطيكم العافية يا إخوان تم رقمي عندك لو بغيت تدريب دقيقة الله يعافيك طال عليكم قرج مركبتك بس اسرع مين لف وجهك مين او والله اني نسيت والله العظيم والله اني نسيت قسم بالله هذه البدايه طيب قلت اسرع بالغلط وقرج مركبه سوي لها تخزين او صح تاه عندي بنحجزها لك خلاص خذها من الحج الحج زياده ها تمام يلا شكرا لكم يا اخواني يلا بالتوفيق يا عيال لو شفتك بالميدان ما عليك ازهل ازهل ما عليك يا عيال ورب الكعبة شعور حلو يا اخي ورب البيت شعور حلو الله الله يعطيكم العافية شكرا لكم على حضوركم يا بعد قلبي جعلكم بالجنة هالباردة اللهم لك الحمد مشت الامور الان مشت الامور صح انتحلنا شخصية بس ما انعدمنا ولا انفصلنا شكرا لكم شكرا ريسبكت شكرا الله يسعدكم لا نقول لكم وداعا الى اللقاء من برنامج منكم عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يحفظكم جميعا يا من الجنة.